من هي بوكاهانتس؟ بوكاهانتس هي سيدة أمريكية تنتمي إلى الأمريكيين الأصليين الهنود الحمر الذين لاقوا ما لاقوا من قبل المستكشفين الأوروبيين، حيث عاشت هذه السيدة في أواخر القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع عشر، وقد نالت شخصيتها شهرة كبيرة على مستوى العالم، إذ يعود السبب في ذلك إلى تسليط الضوء على حياتها من خلال بعض الأعمال السينمائية الخالدة، أو ربما بسبب الأحداث التي مرت بها في حياتها. حياة بوكاهانتس لم تكن حياة بسيطة، فمع قصرها كانت حافلة بالعديد من المواقف، كما أن في حياتها سردا لبعض ما مر به شعب الهنود الحمر خلال تلك الفترة الهامة من عمر الإنسانية، وفيما يلي استعراض لأهم مراحل حياتها. كانت بوكاهانتس ابنة لزعيم قبيلة من قبائل الأمريكيين الأصليين، وقد ولدت في نهايات القرن السادس عشر ميلادي، وسميت ماتواكا، وخلال الحملات الاستكشافية الأوروبية في القارة الأمريكية، قدم إلى أمريكا الكابتن جون سميث الذي وقع أسيرا بيد قومها فيما بعد، وكانت هي السبب في إنقاذه. وخلال معركة وقعت ما بين قومها والإنجليز، وقعت هي بدورها أسيرة بيد الإنجليز، وقد كان ذلك في مطلع القرن السابع عشر ميلادي، حيث طلب آسروها فدية من قومها غير أنهم لم يحققوا للإنجليز ما أرادوا، لتبقى بوكاهانتس أسيرة لديهم. وخلال فترة أسرها اعتنقت بوكاهانتس الديانة المسيحية، كما أنها تعلمت اللغة الإنجليزية، وتغير اسمها إلى ريبيكا، وعندما خيرت ما بين قومها والإنجليز آثارت البقاء مع الإنجليز. لاحقا تزوجت بوكاهانتس من مزارع إنجليزي وذهبت للعيش معه في بريطانيا، وقد تعامل معها المجتمع البريطاني آنذاك على أنها امرأة همجية تمدنت بفضل أحداث مرت بها. وقد توفيت بوكاهانتس في عمر مبكر ودفنت في بريطانيا. تناولت عدة أفلام سينمائية هامة قصة حياة هذه الفتاة الأمريكية، ولعل أبرزها وأكثرها أهمية فيلما الرسوم المتحركة من شركة وولت ديزني المكملان لبعضهما البعض والمسميان باسمها، حيث تناول الجزء الأول حياتها في أمريكا وقصتها مع الكابتن جون سميث، أما الجزء الثاني فقد تناول رحلتها إلى إنجلترا، غير أن هذين الفيلمين أضافا بعض العناصر الجديدة إلى القصة الأصلية. يشار إلى أن الجزء الأول كان من إخراج كل من مايك جابرييل وإيريك جولدبيرغ، في حين تولى إخراج الجزء الثاني كل من توم إيلري وبرادلي ريموند.